السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم كل مره نجيب لكم الجديد عبر القناه عبد اللطيف القنوري. الان حنا كنتواجدوا في مدينه العيون الشرقيه، وبالضبط في حي الفتح. كاين هذا المنزل تبارك الله للبيع اللي فيه 245 متر محفظ متيتري. ان شاء الله غادي ندخلوا نشوفوا هذا المنزل. هذا تبارك الله روعه ما شاء الله، اللي فيه لتحت الكراجات، وفيه البروميان تبارك الله فيني، وفيه الدوزيام، وفيه السطح. قبل ما تدخلوا ان شاء الله نشوفوا هذا المنزل هذا، بارطاجيو معكم الفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر القناه عبد اللطيف القنوري. ويلا هو معنا نشوفوا هذا المنزل هذا. بسم الله على بركه الله، المنزل هو هذا كما كتشوفوا. الواجهه ديال المنزل عنده دو فصاد، عنده هذا الفصاد من هنا والفصاد من الجهه اللي من لهيه. هنايا كاين كراج، فيه كراج كبير كما كتشوفوا 4 متر، وكاين واحد البيرو لداخل كما كتشوفوا. ها انتم شوفوا الواجهه تبارك الله ديال المنزل كي دايره. بالنسبه للكراج هو هذا تبارك الله، واسع اللي فيه جوج ديال البيرويات الفوق والطواليت. كراج تبارك الله واسع به بالكاميرات وانستالاسيو وكل شيء. ها انتم تشوفوا الدعوه كي دايره، كاين البيرويات الفوق. هانتوما تشوفوا تبارك الله البيبان ديال اللوح، داكشي تبارك الله صحيح ما شاء الله. هذه الدخله ديال الدار بالجهه اللي من لهيه تاع العساس، هنا فين كيكون كما كتشوفوا. هنا عندنا الكوزينه، ندخلوا نشوفوا الكوزينه الاول بعدا. كوزينه متسعه، عندها السرجم يشوف على برا، عندها الباب ديال اللوح كما كتشوفوا. هذا هنايا الطواليت اللي عنده الباب ديال اللوح كتشوفوا. هذه واحد البيت ديال العساس راه مسدوده. كاين الباب بالجهه اللي من لهيه. هنا كاين واحد الجلسة كما كتشوف، تلاحظ الزلي، شوفوا الزلي حتى الفوق، زلي جبلدي، كليماتيزور، انستالاسيو ديال الكاميرا تبارك الله كما كتلاحظوا. هنايا كاين الباب باش تطلع الفوق للبروميان. هنايا الباب الجهة اللي من لهيه، راكم تشوفوا حنا دخلنا من الجهة اللي من لهيه. هنا كاين عاود باب باش تدخل. هنايا كاين الحاسي خدام، انستالاسيو، كلشي مريقل خدام. شوفوا الزلي تبارك الله حتى الفوق، اللمسه المغربيه تبارك الله. هذا هي الباب الرئيسيه. حنا كنا دخلنا من الكراج من الجهه اللي من لهيه. هذه الباب الرئيسيه اللي تدخل. هانتوما تلاحظوا تبارك الله الزليج، مسائل كلشي مخدوم تبارك الله على حقو طريقو. انستالاسيو ديال الكاميرات كما كتشوفوا. المنزل تبارك الله اللي عنده دو فاصاد من النوم لهيه، جا في واحد الموقع اللي زوين تبارك الله، العيون الشرقيه حي الفتح. ان شاء الله نطلعوا البروميان الفوق باش تشوفوا الدعوه كي دايره. بسم الله على بركه الله، غادي نطلعوا ان شاء الله نشوفوا الطابق الاول كما كتشوفوا. كاين الشباك تبارك الله، كرياج ديال السيكيريتي، كاين عاود ديال الخشب، الباب ديال الخشب كما كتشوفوا تبارك الله. ها انتم تشوفوا الدعوة. ها انتم تشوفوا تبارك الله الكرياجات حتى للفوق، الزليج تبارك الله، اللمسة المغربية دائما حاضرة. اللهم بارك. كنتواجدوا الان في الطابق الاول. اذا حنا كنتواجدوا الان في الطابق الاول كما كتشوفوا تبارك الله، تصميم روعه ما شاء الله. هذا صالون اللي عنده زوج ديال السراجم اللي كنشوفوا لبرا، كليماتيزور، كل بيت عنده الكليماتيزور ديالو.
شوفوا اللمسة المغربية دائما حاضرة، التصميم ديال القبس ما شاء الله. يعني بها بالفرش هنا كاين واحد البيت اللي عنده زوج ديال السراجم، جاي دو فاصاد، السرجم الاول والسرجم الثاني كما كتشوفوا. كاين بلاكار، اول بلاكار، اربعه ديال البيبان، كلمه الزور، تلفازه، نمشيو نشوفو البيت الثاني. كاين هنايا بيت اخر، هو عنده واحد السرجم هنايا بيه كلمه الزور، بلاكار كما كتلاحظوا، او البلاكار السرجم على برا. هنا كاين البيت الثالث، عنده السرجم ديالو الضوايا، وعنده السرجم وسط الدار، بلاكار، ستة ديال البيبان، الباب تاع الخشب. كليماتيزور، تقريبا كاع البيوت فيهم كليماتيزور. هنا كاين واحد الجلسه، يعني كاين الصالة لهيه وهنا الجلسه تبارك الله. الناس اللي غادي تسول واش بالفراش ولا بلا فراش، راها بالفراش، يعني كما كتشوفها هادشي كامل غادي يبقى هنايا. نمشيو نشوفو حتى الخزنه تاع هي، تقريبا كاع هادشي اللي كتشوفو. بسم الله، حنا ندخلو دابا الكوزينه. الكوزينه تبارك الله بلاكارات كاملين بالرخام ديالها بالمسائل كامل. كوزينه كما كتشوفو تبارك الله بالبلاكارات، بالانستالاسيون ديال الضو، المسائل، الرخام كما كتشوفو تبارك الله، كلشي جديد، كلشي مخدوم على الصح تبارك الله. بلاكارات لتحت الفوق واسعه تبارك الله، عندها السرجم يشوف وسط الدار، وهذا هنايا راها السرجم ديال الضوايا كما كتشوفوا. هنا كاين الضوايا فين تا ديال الماشينه لافي ديالك، وكاين هنا واحد الدوش، الضوايا راها الفوق مسقفه كما كتشوفوا تبارك الله، واسع داك الشيء. هنايا السرجم هذا ديال البيت اللي شفناه قبيله، نمشيو نشوفو البيت الرابع كما كتشوفو تبارك الله، بيت متسع ما شاء الله، عنده زوج ديال السراجم الاول والثاني، وبلاكار تبارك الله من القنت حتى القنت كما كتلاحظوا تبارك الله، كلشي مخدوم على اليد، كلشي تبارك الله جودة. كاين حمام اللي غادي نشوفوه ان شاء الله اللي متسع تبارك الله وكبير، اللهم بارك. شوفوا الحمام عنده جوج ديال البيبان، واحد الباب تدخل من الصالة، والباب الأول الثاني تدخل من هاد الجهة. كي غادي نطلع ان شاء الله نشوفو الطابق الثاني تبارك الله، دار ما شاء الله واسعه مضويه مخدومه على اليد تبارك الله، يعني كما كتشوفوا الزليج ديالها بالقبس ديالها بالتصميم تبارك الله روعه ما شاء الله، يعني وجدت واحد الموقع اللي زوين ما شاء الله. اذا حنا كنتواجدوا الطابق الثاني، الطابق الثاني مختلف، شوفوا تبارك الله اللمسه المغربيه
100% ما شاء الله، يعني تصميم روعة. تبارك الله، يعني غادي نشوفو. انا كاين واحد الجلسه، جلسه عصريه تبارك الله، حدا السرجم كاين هنايا كما كتشوفوا. حتى هي جلسه عندها السرجم ديالها تبارك الله. شوفوا التصميم تاع القبص، بنتوره، نقص البلدي ما شاء الله. عندنا هنايا هاد الخصه هادي، مزلج البلدي المغربي تبارك الله. شوفوا الجماليه تبارك الله ديال الخصه. عندنا هنايا حمام، الخصه خدامه، السقايه ديالها راه مجاله من لهيه. نشوفوا البقيه، هنا كاين واحد الصالون كما كتلاحظوا، بالكليماتيزور، بالتلفازه، باللمسه المغربيه، بالنقش البلدي ديال القبص. والناس اللي كتسول واش بالفراش ولا بلا فراش، راها بالفراش ديالها كما كتشوفوا. الصالون هنا والصالون لهيه والصالون لهيه والصالون لهيه، كلشي هادو غادي يبقى كما كتشوفوا. هادو السراجم ديال الضوايا، جميع التفاصيل تبارك الله راه في هذا الفيديو كما كتلاحظوا. يعني اللمسه المغربيه، الزليج تبارك الله نقي. هاد الجلسه هادي كما كتشوفوا حتى هي غادي تبقى جلسه عصريه. التلفازه، الديكورات كما كتلاحظوا، كلشي لاشين راديو. هاد الخزنه هادي تحف نادرة تبارك الله. هنا كاين جلسة، صالون، كلشي مخدوم على اليد. عندنا هنا السرجم كما كتشوفوا راه مغطي دابا. شوفوا اللي الفوق القبص، التريات، شوفوا بشحال من تريه كاينه هنايا، واحد، زوج، ثلاثة، والباقية راه ليه أربعة، خمسة، ستة. عندنا هنا جلسة، هي جلسة فوتاي، سرجم يطلع على برا. عندنا هنايا واحد، زوج، ثلاثة، أربعة ديال السراجم هنايا، والخامسة هو كلهيه كما كتلاحظوا. عندنا هنايا جلسة عصرية، عندنا هنا جلسة عاود عصرية، وبلا ما نساو التحفة النادرة ديال هاد الساعة هادي. عندنا هنايا خزنة، هاهي اللي هي خزنة، وبلا ما نساو دائما اللمسة المغربية، النقش البلدي الفاسي تبارك الله، داكشي تبارك الله متقون على حقه وطريقه ما شاء الله. دائما عاونونا بالبارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. داكشي علاش كنقول لكم اشتركوا وبارطاجيو باش يوصلكم دائما الجديد عبر القناه عبد اللطيف القنوري. وكاين اللي هي السرجم كما كتشوفوا، كاين هنايا السرجم، هنا سرجم تبارك الله، الدار كامله مضويه وعامره السراجم تبارك الله، من الجهه اللي من لهيه ومن الجهه اللي منا. حنا دابا غادي نحسبوا شحال كاين من جلسه هنايا تبارك الله. عندنا واحد، واحد الله، زوج، ثلاثه، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة ديال الجلسات تبارك الله، اللهم بارك. وعندنا واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة ديال السراجم، ستة، سبعة ديال السراجم، ثمانية، تسعة، تسعة ديال السراجم اللي كاينين هنايا، اللهم بارك وزيد في ذلك والله يسخر. تبارك الله الزليج، الجلسات ما شاء الله، وداك الشيء التصميم روعة ما شاء الله، بالقبص ديالو، بالزليج ديالو، بالتصميم، والباب الخشبية كما كتشوفوا تبارك الله، داك الشيء صحيح ما شاء الله. عندنا هنايا الأرضية تبارك الله ديال الرخام تبارك الله. وعندنا هنايا هاد النقش كما كتشوفوا ديال
داكشي خشب وداكشي تبارك الله اللي صحيح، واللمسه دائما اللمسه المغربيه حاضره هنايا بقوه ما شاء الله. اذا كما كتلاحظوا زليج استلاسيو ديال الضو ديال كلشي ديال لاكليم، كلشي حاضر هنايا كلشي، ومخدومه تبارك الله على اليد واقفين عليها تبارك الله. حنا دابا في السطح، غادي نمشيو نشوفوا السطح. السطح عنده الباب ديالو ديال الحديد سيكوريتي كما كتشوفوا، على بركه الله ما شاء الله هادشي هذا هائل. كاين هاد المنظر الجميل هنايا في الوسط تاع هاد الاخر، هانتوما تشوفوا داكشي مريقة، شوفوا داكشي على حق وطريق تبارك الله. عندنا هنايا غادي نشوفوا ان شاء الله البيت اللي هي الضوايا، شوفوا الزليج هادي ضوايا عندها زوج السراجم. عندنا هنايا لابابو، عندنا هنايا طواليت، هنا طواليت، هنايا كاين واحد لابابو، عندنا هنايا كوزينة، هاهي الكوزينة كما كتلاحظو لاكارات ديالها، زليج مسائي يعني كلشي مريقل تبارك الله هنايا، اللهم بارك وزيد في ذلك. باب ديال الخشب، هنا كاين واحد البيت ديال الصابون، بيت تبارك الله عندو جوج ديال السراجم، القبس ديالو، المسائل. هانتوما تشوفوا لاستلاسيو، الباب ديال الخشب تبارك الله داكشي صحيح ما شاء الله، يعني شفت عيني داكشي تبارك الله على حقو وطريقو ما شاء الله، داكشي ما شاء الله. كاين هاد الجلسة هنا المهم، الهدوء ان شاء الله باش تشوفوا الدروج حتى لبرا باش كتشوفوا. الهدوء مع الدروج باش تشوفوا الدروج واسعين تبارك الله نقيين، داكشي ما شاء الله هادي الله يسخر لهم ليها. ها انتم تشوفوا ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك الله يسخر. هنا قلنا كاين واحد الحاسره خدام، اوه يا سلام ديال ها، انتم تشوفوا الاجواء كي دايره، حي الفتح مدينه العيون الشرقيه. ديال هذا هو المنزل اللي صورنا لكم من الداخل ومن الخارج تبارك الله. كاين حدا صيدلية الفتح، هاهي غير هنا في الدورة صيدلية الفتح، المسمى على هاد الحي هذا كامل حي الفتح. هانتوما تشوفوا الدعوة كي دايرة. إذا عاونونا بالبارطاج والاشتراك في القناة باش إن شاء الله يوصلكم دائما الجديد، يعني الناس اللي مهتمين والغير مهتمين، اللي ماشي مهتم يبارطاجي اللي مهتم.